التسويف بالبدايه كان من البرلمان اللي هي هنا تقع المشكله عليها. نعم استاذ كريم، بالبدايه القضيه كانت بالبدايه هي عباره عن اجراء ومحاضرين. نعم انا اتكلم لك عن وزاره التعليم العالي. نعم هذه في 2019 اجى قرار من مجلس الوزراء ينص على تحويل الاجراء اليوميين والمحاضرين الى عقود. طيب وتكييف قطاعهم في القرار 315. ثم بعد ذلك تعدل بقرار 337، وهنا القرارين يتضمن التكييف المالي لقرار 315. المشكلة اللي وقعت هي ليست في هذا القرار، المشكلة وقعت في التخصيص المالي لهذا القرار. طيب كان بالأحرى أن المفروض يكون ب 2019 هناك تخصيص مالي لهذه الشريحة، لكن تم تسويف الأمر على موازنة 2020. ومثل ما تعرف حضرتك ويعرف حضرات المشاهدين، 2020 ما كانت بها ميزانية، فلذلك ارتأت الدولة أن يكون هناك قرض، وكانت من أسباب القرض هي المحاضرين والعقود. العقود ما تم تضمينهم ضمن القرار الأول، تم أيضا وعودهم على القرض الثاني، وتعرف أنت أعضاء البرلمان وعدوا بأن يكون لهم كلمة ولهم ويضمنون ضمن القرض الثاني. القرض الثاني أيضا تم تسويف الأمر، والأموال يعني ماذا نعرف وين كانت تخصص. تم وعود أكثر أعضاء البرلمان على ميزانية 2021، وكان كل النظر عليها وكانت كل الآمال معقودة على ميزانية 2021. ومثل ما وعدونا كثير من البرلمانيين وكثير من صفحات أعضاء البرلمان نشرت بأنه تم تخصيص تم تضمينكم ضمن موازنة 2021، ونحن لا نعرف ماذا دار خلف الكواليس. ب 2021 في ميزانيتها انصدم كثير عشرات الآلاف من العقود بأن لم يتم تضمين قرار 315 ضمن الميزانية.